وجبة السحور هي واحد الوجبة مهمة اللي ما خصناش نتناولوها في وسط الليل، وإنما في وقت متأخر قبل الفجر. باش ما أخرنا هذه الوجبة كنستافدوا، لأنها كتبقى شادة لينا النهار كله. هذه الوجبة خاص يكون فيها نشويات، يعني إما الخبز بكل بساطة، أو مثلا بغرير أو بطبوط أو شيء من هذا القبيل. يمكن لنا يكون معها إما زيت أو فرماج أو الزبدة والعسل مثلا. يمكن لنا نتناولوا معها إما مشتقات الحليب، رايب أو ياغورت أو حليب. والناس اللي ما تفضلوش مشتقات الحليب يمكن لهم يتناولوا مثلا الشاي. هاد الوجبة يقدر يكون فيها أيضا التمر أو لا فاكهة. ما نساوش الماء، لأنه مهم جدا باش ما يجيناش العطش. وأيضا بعض الناس كيفضلوا مثلا البلبولة مثلا مع الحليب، أو لا الشعير مثلا مقلي. هادشي تتغير على حسب العادات والمناطق.